طلبة الأعزاء طلاب وطالبات الدكتورة رانيا عبد المنعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نستكمل معكم حضرات الفصل السابع من أجهزة العرض متعددة الإثارة، الراديو والتلفزيون والسينما، وننتقل الآن إلى التلفزيون التعليمي. يرجى من حضراتكم التكرم بأخذ التعليمات السابقة اللي هو الابتعاد عن المشتتات واستيعاب المحاضرات وتدوين الإضافات في حال وجود اللوجو أو الصورة الموجودة أمامكم التي تشير إلى إضافات جديدة. سنتناول إن شاء الله الأجهزة التعليمية التعلمية التلفزيون التعليمي بأشكاله وبتطوره التاريخي، فهو عبارة عن برامج تلفزيونية تدريبية أو تدريسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأهداف التربوية للمنهاج، موجهة للطلاب وتعالج وحدات المناهج الدراسية. هو عبارة عن برامج موجودة على التلفزيون مرتبطة ارتباط وثيق بالمنهاج، وبتم بثها وإذاعتها على اللي هو محطات التلفزة المحلية لصف معين، وفي ضمن برنامج زمني متفق عليه مع متخصصين في هذا المجال، وبالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم بتم توزيع اللي هو على المدارس الجداول للبرامج التي يمكن الاستفادة منها، وتوزع مذكرات إرشادية للمعلمين كل حسب اختصاصه، وتبين كيفية الاستفادة في الوقت. عند مشاهدة هذه الصورة تذكر أن هناك اختلاف بين ما هو موجود في الكتاب وما هو موجود في الشريحة. وتعتبر البرامج إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة الميسرة للتعليم، وتتوقف فائدته على مدى إسهامه للمراحل التعليمية المختلفة، وبتعالج الاحتياجات الخاصة التي دعت إلى استخدامه. فعلى ذلك فإن استخدام التلفزيون وظيفته ستتفاوت من موقف لآخر ومن مكان إلى مكان آخر. من مميزات استخدام التلفزيون التعليمي هو الفورية والنقل المباشر، فهو ينقل ما يحدث خارج قاعة الدرس إلى عدد كبير من المتعلمين في نفس لحظة الحدث. الجماهيرية، التلفزيون والإذاعة هما عبارة عن اللي هو وسائل جماهيرية بتغطي أكبر قدر ممكن من المستفيدين والمجتمع المستفيد من المتعلمين. إن أنا ممكن أكبر الأشياء الصغيرة لتوضيح تفاصيلها الدقيقة باستخدام اللي هو العدسات الخاصة بالتصوير من خلال اللي هو أخذ زوم أوسع. عرض ما يحدث في الأماكن الخطرة التي تعرض المتعلمين للذهاب إليها، مثل إن أعرض لهم اللي هو غابات خطرة أو موحشة أو أماكن تجارب كيميائية، أو إن أعرفهم على كيفية اللي هو البراكين، أو أخليهم يزوروا اللي هو البرية، أو اللي هو زي ما بنشوف عالم الحيوان بيكون في أماكن مفترسة وفي خطورة فيها على الطالب، أساس أعرفه اللي هو على الحيوانات البرية. ممكن أستخدم كاميرات ميكروسكوبية وتلسكوبية في تصوير الأشياء، الميكروسكوبية في الأشياء الصغيرة، أما التلسكوبية في الأشياء اللي هو البعيدة، وحاولت إيش تقريبها إلى عين اللي هو المجرد اللي رؤيتها ولا يستطيع المعلم توفيرها داخل قاعة الصف. يجعل الكثير من المفاهيم الرمزية ملموسة ومرئية للمتعلمين من خلال تجسيمها داخل صورة شاشة التلفزيون. وسيلة جامعة يعني بالعديد من الوسائل التعليمية الأخرى في شرح في الدرس آن واحد، إنه ممكن أجمع أكثر من وسيلة على شاشة التلفزيون ويتم اللي هو إيش شرح المادة العلمية للطلبة. إمكانية إن أنا أستضيف بعض الخبراء فيها في مجال معين ويتم بثها إلى الطلاب. إمكانية نقل الصوت والصورة والحركة، وبذلك فإنه يخاطب أكثر من حاسة من حواس الإنسان وهي السمع والبصر، كما أن الحركة تثير الاهتمام ويزيد من الإقبال على استخدام التلفزيون التعليمي. في عندي نواحي قصور في اللي هو التلفزيون التعليمي، إنه وسيلة اتصال من طرف واحد، حيث لا يستطيع المعلم أو الطالب مناقشة مقدم البرنامج أو المعلم الذي يقدم طلابه، بس ممكن إن أنا أتغلب عليها لما بعد ما يحضر الطلاب اللي هو الدرس في بيوتهم. ممكن أنا ثاني يوم أقوم كمعلم بمناقشة الطلاب حول موضوع البرنامج الذي تم إذاعته. تكلفة المادية العالية في تجهيز قاعات الدرس بأجهزة التلفزيون وأجهزة البث المختلفة وأطباق الاستقبال للبرامج، ولكن قبل النظر إلى التكلفة يجب النظر إلى العائد الكبير المنتظر من وراء استخدام التلفزيون التعليمي. هناك بعض زي ما راح نشوف بعض الجامعات أو بعض المؤسسات بتبث اللي هو محاضراتها من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة، وطبعا هذه الدوائر بتحتاج إلى تكلفة في التجهيز للقاعات الدراسية.
صغر حجم شاشة التلفزيون ليسمح لعدد كبير من المتعلمين بالمشاهدة الجيدة. ممكن يكون تم التغلب عليها الآن باللي هو إيش، بالشاشات، استخدام الشاشات. يمكن علاجها باستخدام أكثر من تلفزيون أو شاشة عرض كبيرة. أيضا لا يمكن إيقاف البرنامج إيقاف لحظي أثناء الشرح، يمكن علاجتها باستخدام الفيديو، إني يعني أسجل اللي هو التلفزيون التعليمي، أسجل اللي هو البرنامج على جهاز فيديو، وأثناء إعادة شرحه أو مناقشته مع الطلاب يتم التقديم والترجيع والوقوف على نقاط معينة. عدم إمكانية مشاهدة البرامج قبل بثه على الهواء مباشرة، يمكن علاجها باستخدام الفيديو أيضا، يمكن تسجيله ثم إعادة بثه على الطلاب. يعني في كثير من البرامج إنه أنا ممكن يكون في عندي مشكلة فيها أثناء البث المباشر، فبتم تسجيلها ومعالجتها ومن ثم إعادة بثها. قد تنقل بعض البرامج التعليمية الأجنبية عادات أو اتجاهات غير مرغوب فيها إذا أنا تبعت مثلا أحد الشاشات اللي هي الخاصة، سواء كانت عربية أو إقليمية، خلاف اللي هو المكان اللي أنا عايش فيه، ممكن ينقل لي عادات أو يوجه المتعلمين إلى عادات أو اتجاهات غير مرغوب فيها. وأبسط مثال على ذلك شدة متابعتنا للمسلسلات التركية، نقلت بعض اللي هو العادات غير المرغوب فيها داخل اللي هو المجتمع الفلسطيني. لا تراعي برامج التلفزيون الفروق الفردية لدى المتعلم. في ناس عندها حب لا اللي هو الهدوم مثلا، أو عدم الصخب في اللي هو بث الإذاعات أو المؤثرات الصوتية، فبكون عندها تشتت انتباه ولا تراعي اللي هو أجهزة اللي هو البث التلفزيوني إمكانياته لاستيعاب المساق أو المادة التعليمية. الجوانب المتصلة بالتلفزيون كوسيط اتصال تعليمي، في عندي اللي هو أنواع بث التلفزيون التعليمي اللي هو الدوائر التلفزيونية المفتوحة، ويقصد به البث عبر الإثير، محطة إرسال، استقبال المنازل عبر قنوات محددة، ونلتقط الإشارات عن طريق اللي هو أجهزة اللي هو أو برامج البث الإذاعي التلفزيوني التعليمي العام، زي قنوات مصر التعليمية، ممكن الكل يستقبلها ويستفيد منها. أما بالنسبة للدوائر التلفزيونية المغلقة اللي هي دوائر تلفزيونية مغلقة تبث من خلال برامج متخصصة لفئة معينة، إما لمعالجة مشكلة نقص عدد المدرسين المؤهلين أو المعلمات لعدد كبير. يعني أنا ممكن إذا ما فيش عندي فرعين في الجامعة أو فرعين في اللي هو مؤسسة، وما فيش عندي إلا محاضر واحد، ويصعب اللي هو التواصل مع أو يصعب انتقال المحاضر من فرع إلى فرع أو من مدينة إلى مدينة أو من محافظة إلى محافظة في نفس الوقت، ممكن إنه يتم اللي هو جلوسه في مكان أحد الأفرع، والثانية اللي هو الفرع الثاني يستقبل من خلال التلفزيون. أو كما كان موجود في السعودية في تعليم الفتيات إنه ممنوع الاختلاط في وقت سابق، وما زال موجود في بعض المراحل الجامعية، المؤسسات الجامعية حتى اللحظة، إنه الفتاة بتتعلم، وإذا كان المدرس رجل أو المعلم رجل بيتم وضعه في اللي هو غرفة بث تلفزيوني، وبتم الطالبات استقبالهن للمادة أو الفتيات استقبالهن للمادة التعليمية، وبتم نقل المعلومات من خلال دوائر مغلقة عن طريق الاتصال المباشر ما بين المصدر استوديو التلفزيون والمستقبل، ويستخدم ذلك أسلاك وتوصيلات خاصة. يعني ما بيكون في محطة إرسال، ولكن بيكون في توصيلات خاصة في هذا الأمر. في عندي أنواع لبرامج التلفزيون التعليمي، إنه عرض الدرس فقط، هي برامج تعليمية مرتبطة بالمنهج الدراسي والنظام المدرسي، ويتم استقبالها في الصفوف الدراسية، وهي دوائر مغلقة. التدريس الشامل هي برامج تعليمية مرتبطة بالمنهج الدراسي، ولكن تبث في أوقات غير أوقات الدراسة، محطات التلفزة بث مفتوح. أكبر مثال عليها زي ما قلنا لكم هنا في الدوائر المغلقة اللي هو تعليم الفتيات في السعودية، ومحطات التلفزة التعليمية اللي هي محطات مصر التعليمية. برامج التلفزيون الإثرائية هي برامج تعليمية تحت الإطار Yo, الأمنية YouTube, what's التنسيقية going on? Today I'll be showing you how to get a free Spotify Premium. Let me just show you guys that I actually got a free Spotify Premium. I'm just going to open up my account and show you that I actually do have the premium version over here. So make sure you keep watching if you want to know how to get a free Spotify Premium. You'll have it by the end of this tutorial, guys. So yeah. في عندي أيضا برامج التلفزيون الإثرائية زي ما قلنا لكم، هي برامج تعليمية تهدف إلى إثراء العملية التعليمية وتوسيع مجال خبرة المتعلم، هي محطات تلفزة تعليمية ولكن بتبث زي ما قلنا برنامج لعالم الحيوان.
اي عندي في عندي ايضا من الجوانب المتصله بالتلفزيون كوسيله اتصال تعليمي الاستخدام مع التركيز على الاثاره من خلال جلب العالم الخارجي الى جدران المدرسه، زي اللي هو عالم البحار وبتم جلبه تخطي المعيقات والحواجز والمخاطر، زي قلنا لكم اللي هو ممكن يكون في تصوير ل جلب العالم الخارجي داخل جدران المدرسه اللي هو عالم البحار، عالم الحيوان، الغابات الخضراء الاستوائية، الأنهار، المحيطات، البحار. فبقدر أنا أجيب عالم الصحراء، بقدر أجيب اللي هو إيش هذا العالم إلى داخل المدرسة. تخطي المعيقات والحواجز تعرض العملية التعليمية لها في ظروف الدراسة العادية، زي ما إحنا موجودين الآن بنبث مقاطع فيديو، هي بتعتبر عبارة عن برامج مسجلة أو متلفزة، خلينا نقول في أوقات اللي هو ما بنمر فيها من كوفيد-19 اللي هو فيروس كوفيد-19، إنه ممكن أربط الجانب النظري للمواد الدراسية بتطبيقاتها في الحياة العملية، أخلي الناس كيف تشوف كيف بتم التعايش من مهارات حياتية أو مهارات رقمنة للحياة. ممكن أدرب المعلمين أثناء الخدمة من خلال محطات اللي هو التلفزة التعليمية. أيضا من الجوانب المتصلة بالتلفزيون كوسيلة اتصال تعليمي إمكانية التلفزيون كوسيلة اتصال فيه ونواحي قصوره. وجود حدود فنية تقلل من فعالية نوعا ما وصل مد البث، يعني إذا كانت المحطة أرضية صعب إنه تغطي مساحة جغرافية كبيرة، ولكن تم الآن معالجتها من خلال أجهزة البث الفضائي. أيضا إنتاج البرامج التلفزيونية يحتاج مهارات تكنولوجية، فعلا إنتاج مقطع فيديو واحد يقدم لكم بجودة وصوت عالي يحتاج إلى مهارة تكنولوجية عالية. التلفزيون وسيلة في اتجاه واحد لا تتيح التواصل بين المعلم والمتعلم. خلينا نراجع اللي هو نواحي القصور في برامج التلفزيون، وتم عرضها سابقا في شريحة سابقة اللي هي نواحي القصور والسلبيات، أيضا من الجوانب اللي متصلة بالتلفزيون كوسيلة اتصال تعليمي. أيضا من الجوانب المتصلة بالتلفزيون كوسيلة اتصال تعليمي أساسية استخدام برامج التلفزيون، إنه لازم ألم كمعلم بموعد بث البرامج التعليمية وموضوعاتها من خلال النشرات أو دليل المعلم، حتى إني أوجه طلابي إلى يحضروا هذه الدروس، ومن ثم تاني يوم أو في جلسة لاحقة يتم المناقشة حول الموضوع، ويجب إن أنا أهيئ المتعلمين لمشاهدة البرنامج عن طريق المناقشة والإثارة، ولازم يكون في بعض الإرشادات المطبوعة مزودة من قبل وزارة التربية والتعليم أو الجهة المشرفة على بث هذه القنوات، حتى يتم متابعة سير اللي هو البرامج وكيفية اللي هو التعامل مع هذه البرامج وتوجيه انتباه الطلاب لكيفية حضورها. أيضا التعقيب والمناقشة بعد كل عرض، ما في داعي إن أنا أوجههم لا يحضروا برامج تلفزيونية وما ناقشهم مش تاني يوم، لا، المفروض إني أنا أناقش وأعاقب معاهم، وكمان أقدم متابعة وتقويم عن طريق تشجيع المتعلمين القيام بأنشطة مختلفة من خلال إحضار مقطع الفيديو أو اقطع آسف إحضار اللي هو الفيديو آسف التلفزيون أو برنامج التلفزيون، واكتب لنا بعض النقاط المهمة اللي أنت استفدتها من خلال حضورك للبرنامج التلفزيوني. أيضا من النقاط المهمة لاستقبال برنامج تلفزيوني تعليمي، إنه أنا لازم أظلم الغرفة حتى لا أجد عيون، عدم إظلامها عشان ما يأثرش الضوء الساقط من الشاشة على عيون المتعلمين، عدم اقتراب المتعلمين المشاهدين من شاشة التلفزيون، ارتفاع شاشة التلفزيون عن الأرض لتناسب مع مستوى رؤية المتعلمين ومستوى البصر وزاوية الرؤية. وزي ما أنتم شايفين الفرق ما بين الصورتين، الصورة اللي على اليمين والصورة اللي على الشمال، الصورة اللي على اليمين اللي هو فاتح السبورة قسمها نصفين ووضع الشاشة في مستوى رؤية المتعلمين، أما في الصورة اللي على اليمين زي ما احنا شايفين كيف رؤوس الطلبة وهم بيشاهدوا اللي هو التلفزيون التعليمي، وهذه الصورة فيها خطأ، فلازم يكون الارتفاع مناسب مستوى رؤية المتعلمين. بدنا نستنتج ايش دور المعلم والمتعلم في اللي هو برنامج في اللي هو مشاهدة برامج التلفزيون.
البيئة التعليمية وإيش الإيجابيات والسلبيات. بالنسبة للي هو دور المعلم، دور المعلم هنا بيكون عبارة عن موجه ومرشد، ويقوم المعلم باللي هو حث الطلاب وتوجيههم على حضور البرامج المتلفزة التعليمية المتلفزة، وبعد ذلك يقوم بمناقشتهم وتقييم مدى اكتسابهم للخبرات من خلال البرامج التعليمية المتلفزة. ويسبق كل ذلك، يسبق كل هذا أن يقوم المعلم بالتواصل مع جهة الاختصاص التي تقوم ببث اللي هو الدروس المتلفزة. أما بخصوص المتعلم، مشاهدة الدروس اللي هو المتلفزة وتدوين الملاحظات ومناقشتها مع المعلم في لقاء آخر داخل المدرسة. أما بخصوص البيئة التعليمية، إذا كانت البيئة التعليمية لا بث إذاعي أو بث تلفزيوني مغلق، فيجب أن يتوفر اللي هو الاستديوهات الخاصة بالبث، والقاعات الدراسية تهيأ لاستقبال اللي هو البرامج التلفزيونية من خلال شاشات تلفاز كبيرة أو أكثر من شاشة تلفاز، أو اللي هو العرض على شاشات خارجية اللي هو الدروس المتلفزة أو البرامج التعليمية المتلفزة. الإيجابيات والسلبيات شفناها في وقت سابق من اللي هو مميزات التلفزيون، استخدام فورية ونقل مباشر وجماهيرية، تكبير أشياء، عرض ما يحدث من الأماكن الخطرة، استخدام كاميرات مايكروسكوبية وتلسكوبية، يجعل الكثير من المفاهيم رمزية وملموسة، وأنها وسيلة جامعة تجمع بين أكثر من وسيلة ووسيلة، زي ما احنا شفنا إمكانية نقل الصوت والصورة والحركة، وبتثير أكثر من الحاسة. لذلك بقول أنا عنها وسيلة جامعة، وإمكانية نقل آراء العديد من الخبراء في مجالات متعددة للطلاب. ونواحي قصورها، سلبياتها أنها طرف واحد، تكلفة عالية، صغر حجم الشاشة، مع عدم إمكانية مشاهدة البرامج قبل بثه على الهواء مباشرة. وزي ما قلنا لكم، كل واحدة بتم معالجتها بطريقة معينة بطريقة معينة. أتمنى لكم الاستفادة والتوفيق والسداد والنجاح، ودمتم بود وحفظكم الله وسدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.